الجمال يرى والحب مختزلا مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مكتملا مكتملا كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا يا ديبي يا قلب حنايا الروح والقبلة طابت اوقاتكم مشاهدينا واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج موطني البدايه بابرز عناوين القضايا. هيئه التدريس بجامعه مصراته تطالب باقاله رئيس الجامعه. استمرار الإضراب في جامعة بنغازي حتى تتحقق المطالب. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن صرف منحة الزوجة والأبناء بدءا من الأسبوع القادم. أهلا بكم مشاهدينا في موطني. نظم أعضاء نقابة هيئة التدريس في جامعة مصراتة الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان المجلس البلدي في المدينة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والتعبير عن استيائهم من الوضع المالي الصعب الذي يتعرضون له من عدم صرف المرتبات الأساسية للبعض منهم إضافة لحرمانهم من علاوة التدريس المقررة لهم وتعطيل حصولهم على حقوقهم الأساسية كما ذكر البيان الذي أصدرته النقابة. في هذا البيان قالوا أعضاء هيئة التدريس أنه في الوقت الذي يطالب فيه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية الأخرى بزيادة المرتبات وتحسين الأوضاع المادية والمالية لهم وأيضا صرف مستحقات الشق الخارجي لإجازة التفرغ العلمي وإصدار التفويضات المالية الموقوفة لمن لديهم قرارات إفاد وكذلك استصدار قرارات إفاد لأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير، إلا أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة مصراتة يكافحون للحصول على حقوقهم الأساسية وطلبوا أيضا المجلس البلدي ومجلس الجامعة بالإقالة الفورية لرئيس الجامعة وتكليف لجنة تسييرية من أعضاء هيئة التدريس بإدارة الجامعة حتى يتم تكليف رئيس جديد للجامعة ذو كفاءة علمية ومهنية. لا زلنا نحن أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراتة نكافح للحصول على حقوقنا الأساسية، فبعد حرماننا من علاوة التدريس تتفاجأ شريحة كبيرة منا بتقاضي ربع مرتبهم الأساسي فقط عن شهر سبتمبر 2021. عليه نحن أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراتة نطالب بالآتي: أولا، نطالب مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بالإقالة الفورية لرئيس الجامعة وتكليف لجنة تسييرية. نطالب مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بالإقالة الفورية لرئيس الجامعة وتكليف لجنة تسييرية من أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم بالنزاهة بإدارة الجامعة إلى حين تكليف رئيس للجامعة ذو كفاءة علمية ومهنية. ثانياً، محاسبة كل من تسبب وشارك في العبث بقوت وأرزاق أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي نتج عنه عدم الإفراج على مرتبات أكثر من 150 عضوا من هيئة التدريس. ثالثا، صرف جميع القيم المالية التي وردت من وزارة المالية قرين كل اسم عضو هيئة تدريس ورقمه الوطني والتي تحفظت عليها الجامعة. رابعا، تشكيل لجنة برئاسة المجلس البلدي مصراتة وعضوية كل من: واحد، ممثل عن ديوان المحاسبة، اثنين، ممثل عن الرقابة الإدارية، ثلاثة، ممثل عن وزارة المالية، وذلك للتحقيق في اختلاف ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة عن نظيره وبنفس الدرجة العلمية في الجامعات الليبية الأخرى. عبر الهاتف من مصراتة مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور محمد جنات عضو اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب أعضاء هيئة التدريس في جامعة مصراتة. دكتور محمد، مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد النبي الأمين.
نعم. بداية نسمح لي استاذ محمد ان اتوجه بالشكر لقناتكم ليبيا روح الوطن على هذه الاستضافة لكي نوصل صوتنا من خلالك الى كل المستويات، بارك الله فيك. نعم، شكرا لك دكتور محمد. انا اسمي سلمان الباروني، زميل محمد السبتي هو احد منتجي البرنامج. على العموم خلينا نبدا في حوارنا دكتور. نعم دكتور، لحظه الاسم الكريم باش نسجل. سلمان، سلمان الباروني. سلمان. نعم دكتور، انت على الهواء حاليا على عبر برنامج موطني، يعني خلينا نوضح الصوره للمشاهد وايضا في نفس الوقت نوصل صوت اعضاء هيئه التدريس في جامعه مصرطة. اسباب تدخل رئيس الجامعه في مرتبات ومستحقات اعضاء هيئه التدريس الماليه، شنو الاسباب ولماذا تم يعني خصم هذا الكم من المرتبات من موظفي جامعه مصرطة او اعضاء هيئه التدريس؟ حقيقة أستاذ سليمان لو سمحت لي نبي نعرج على المشكلة من البداية. حقيقة المشكلة ما هي ليست الآن في هذه السنة، حقيقة بداية المشكلة كانت تقريبا من سنة 2016 عندما تبين لأعضاء التدريس أن هناك خلل في المعاملة المالية لأعضاء التدريس في جامعة مصراتة. المرتب الوارد من وزارة المالية يحتوي على قيمتين، قيمة للمرتب الأساسي وقيمة مضافة، هذا اللي هي كانت وجه الاختلاف. بالنسبة للمرتب الأساسي لا يختلف عليه بالنسبة لأعضاء التدريس مع إدارة الجامعة أنه هو المرتب الأساسي، لكن القيمة الواردة من وزارة المالية تتكون من قيمتين، القيمة الأخرى هي اللي كانت وجه الخلاف. كانت فيه عدة مراسلات سابقة من زملاء سابقين على اعتبار أنه يكون في مرحلة إيكاس في المدة الماضية، مخاطبات لجهات معنية، إيقافات، بيانات، مراسلات تبعتها وقفات احتجاجيه، ايقاف احيانا للدراسه وتعليقات، ولكن الحقيقه كان طول جدوى. دائما هناك من يتدخل ويفك الاعتصام ويقدم الورود، وبعد ذلك لا نجد اذانا طاغيه وتكون فيه اشكاليه ثانيه نرجع لها. انا حقيقه نبي نعرج على الدلائل اللي هي موجوده لدى نقابه اعضاء التدريس في كليه الهندسه تحديدا، اللي هي تفيد ان القيمه الوارده قرينه كل اسم عضو التدريس برقمه الوطني من وزاره الماليه هي عباره عن علاوه التدريس. اول نقطه عندنا صوره، ونحن نتكلم عن اوراق ولا نتكلم عنها كلام في الهواء، موجود والمذكره اللي تم احالتها لوزاره التعليم واداره مكتب المتابعه بديوان عفوا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، مكتب وزاره مكتب المتابعه بديوان رئاسه الوزراء، ديوان المحاسبه الليبي، في مذكره كامله احطناهم بها بكامل بصور منها كامله. واحد الافراجات السابقه لديوان المحاسبه والتي ذكر صراحه انها هي علاوه التدريس. طبعا مرتبط بالصور اللي ارتبطناها لافراج لسنه 2015، يعني افراجات من سنه 2015 وهي تتداول بان القيمه هذه عباره عن علاوه التدريس. عندنا النقطة الثانية، مراسلة وكيل وزارة التعليم بشؤون التعليم العالي ذات الرقم الإشاري واو تاء عين 1/74 بتاريخ 21/4/2020 طلب فيها صرف علاوة التدريس والمرتب كاملا كما هو محال من وزارة المالية، ولم يتطرق إلى مقابل ساعات العمل الإضافية. النقطة الثالثة أستاذ سليمان كانت موجود معايا. نعم دكتور نسمع فيك. تمام. النقطة الثالثة اللي هي قرار وزير التعليم رقم 652 لسنة 2020 والذي ينص على فرض علاوة التدريس بكافة مؤسسات التعليم العالي ولم يذكر ان هي مقابل ساعات العمل الإضافي. النقطة الرابعة عندنا قرية صرف القيمة ان هي ترد مباشرة قرين كل اسم عضو التدريس، هذا ليس له علاقة بعدد الساعات الإضافية التي يؤديها عضو التدريس خلال الفصل الدراسي او الشهر الدراسي، والتي عندها اليه ثانيه حقيقه للعمل الاضافي ما نجيش نتكلم عليه يفهموا فيه الناس الماليه اكثر مني. النقطه الاخيره والواضحه والصريحه واللي هي كلام تقرير ديوان المحاسب الليبي سنه 2020 والذي يذكر صراحه صارت الصفحه الخامسه والصفحه 105 والصفحه 106 ان بعض الجامعات قامت بالمخالفه بصرف علاوة التدريس الواردة لأعضاء التدريس كمقابل العمل الإضافي في الجامعات. فمن هنا حقيقة بدينا في المراسلات معهم وحافظنا الجهات المعنية
لكن مع الأسف ما يجيناش أذان طاغية بالنسبة من إدارة الجامعة. الجهات المعنية أي جهات تقصد دكتور محمد؟ وزارة التعليم العالي أو جهات أخرى؟ حقيقة باش نكون واضحة معك، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان متجاوب في إحالتنا وتخصيص موعد مباشرة حقيقة مع ديوان المحاسبة، حقيقة مشكور جدا عليه لما ذهبنا إليه في يوم 9/9 في 2021 يعني 2021 الماضي الشهر الماضي، فحقيقة مشكور جدا. حولنا إلى جهة رقابية للفصل في الموضوع لأنه هو كان فيه نوع من الإشكال مش واضح حتى هو بالنسبة لي هو، فحقيقة مشكور جدا نشكره على الإحالة وتحديد الموعد لنا مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي حقيقة. لكن مراسلاتنا بالمذكرات كانت للكل بالمذكرة اللي هي نتظلم فيها لوزارة التعليم مكتب المتابعة وديوان المحاسبة الليبي، وإلى حد الآن لم يتم إصدار أي قرار بالخصوص. حقيقة نحن حتى في المراسلة اللي هي طالبنا فيها أن هم يفصلوا فيها، يعني يحددوا لنا يا إما على التدريس أو مقابل ساعات العمل الإضافي، وبالتالي حتى احنا ما حطيناش فرض ان هي تفصل في الانية على التدريس، ولكن رغم ذلك لحد الان لما يتم الفصل فيها من الجهات المعنية. طيب حرمانكم من علاوة التدريس، خلينا نركزوا في الجزئية هذه، الحرمان من علاوة التدريس هل هو قرار جاي من رئيس الجامعة أو إنه قرار جاي من وزارة التعليم أو في إشكالية إدارية بينهم؟ إذا كان رجعنا للأوراق الرسمية بالنسبة للقرارات وكل المراسلات، الإشكالية في إدارة الجامعة، رئيس الجامعة والإدارة المالية اللي معاه. لما نقول إدارة الجامعة يعني نقصد رئيس الجامعة والإدارة المالية اللي معاه، لأن مراسلات اللي ذكرت لك قاعدات عندنا بالصور منهم، وحتى لو يأخذوا أرقامهم ويعادوا يطلعوهم بروحهم حيجدوا أن كلامنا صحيح. مراسلة وكيل الوزارة لم يتطرق إلى أن هي ساعات إضافية، ساعات مقابل ساعات العمل إضافي، بل ذكر علاوة التدريس كم وأن المرتب كما هو بحاجة من وزارة المالية. فإحنا نتكلم عن قرار وزير التعليم في نفس الوقت، حتى هو ذكر أن هي علاوة التدريس. نعم. إحنا نتكلم على جهة رقابية في الصفحة 105 اللي هي تقرير ديوان المحاسبة، في الصفحة 105 ذاكرتها بالاسم علاوة التدريس، وبين قوسين كلمة اللغة هذا مسمى قديم شوية ما نبغوش نتناقشوا فيه، لكن علاوة التدريس مذكورة. في الصفحة 106 ذاكرين أن قيام بعض الجامعات والمعاهد العليا بحجب قيمة العلاوة الواردة من وزارة المالية عن مستحقيها واستغلالها في تغطية التزامات أخرى. حقيقة يعني من هذا المنطلق، رغم أن أنا أقول لك حاجة يا أستاذ سليمان، إحنا في سنة 2020 كان بعد لسعينا لحل المشكلة وأن هي ما قدمنا بعض التنازلات وعقدنا اتفاق مع إدارة الجامعة وقدمنا التنازلات وتم الاتفاق على أن تقوم الجامعة بإيداع القيمة المحالة كما هي، وقمنا بالتدريس وحتى في الفترة اللي هي من شهر 4/2020 لعند شهر 5/2021 لم ترد القيمة هذه من وزارة المالية اللي هي القيمة المضافة وليست المرتب الأساسي، لم نطالب بها واستمرنا في التدريس وفي العملية التعليمية وما طالبناش بشيء. ليش؟ لأن هي موقوفة من الدولة، من المالية من فوق، من وزارة المالية، من الحكومة من فوق، ما طالبناش بها. طيب مع رئيس دكتور محمد، مع رئيس الجامعة هل حاولت الجلوس مع دكتور فرج بوشعال رئيس الجامعة، محاولة الحوار مع رئاسة الجامعة يعني للوصول إلى حل؟ ليش تدخلت رئاسة الجامعة في مرتبات الموظفين وهيئة التدريس، ولا يعني ما فيش أي أذان صاغية حتى من رئاسة الجامعة؟ نعم، عن نفسي أتكلم، أنا كنت أحد أعضاء اللجنة التي جلست مع رئيس الجامعة وشرحت له بالتفصيل ان كيف هذه هي ليست علاوه، ان هي علاوه تدريس وليست مقابل عمل اضافي، وكان هو في الطرف الثاني يقال يعني فيها ان هي مقابل ساعات عمل اضافي. حقيقه لم نتصل الى حل بالوسط، الحل جذري بالكامل، وكان الاتفاق اللي تكلمتك عليه اللي عقدناه معه ان هي تشرف اسوه بالجامعات الاخرى، واحنا يعني حقيقه رانا في الاتفاق اللي عقدناه معه قدمنا تنازلات بعدم المطالبات السابقه في السنوات الماضيه،
قدمنا بان احنا بنغطي عجوزات ولن نطالب بالعمل الاضافي. وانا واحد انا اتكلم عليه ليه شخصيا كمحمد جنات، يعني بس بالفصول الماضيه عندي عدد من الساعات يعني خلقول لك لم اتقاضاها ولن اتقاضاها تساعدي بقية الارض، وخاش عليها ماليش مهتم بها. قصدي خلاص انا دخلت هنا نبي اعطيت كلمه نبي نغطي الساعات ونبي ما نخليش عجز في الكليه، اعطيت كلمه لازم نلتزم بها. لكن حقيقه تفاجئنا في شهر 7 الماضي ان الجامعه اخلت بهذا الاتفاق، اخلت بهذا الاتفاق. فعقدنا اجتماع وتمت احاله بيان لاداره الجامعه وتذكيرهم بالاتفاق المبرم وعدم الاخلال به، ولكن حقيقه لا حياه لمن تنادي كانت عباره عن نقول لك مبررات واهيه ما لا ترتقي ان تكون مبررات. ما لا حقيقه رئاسه الجامعه يعني وصلكم رد من رئاسه الجامعه دكتور؟ لا كتابيا، لا لم يكن كتابيا، ما فيش اي شيء رسمي يعني؟ لا كتابيا لم يرد شيء رغم اننا خاطبناهم كتابيا. طيب هذه المطالب لها فتره كما يبدو، في حاله استمرار عدم وجود ايتان صاغيه لا من الديوان المحاسبه ولا من وزاره التعليم العالي ولا من رئاسه الجامعه، هيئه التدريس في جامعه مصراته، شو الخطوه القادمه؟ الخطوه القادمه ان شاء الله انا لا اتكلم باسمهم جميعا في الموضوع هذا، لان احنا برنامجنا نعقد اجتماع نتشاور نخرج بنتائج نعممها نتفق عليها. نعم شكرا لك دكتور محمد. اي خطوه عندي لو سمحت لي في توضيح، لان حقيقه في حاجه ثانيه اضافه اللي هي بخصوص ربع المرتب، يعني انا حقيقه احد المتضررين من ربع المرتب. فالاشكال اللي صار حقيقه في مشكله ربع المرتب، انا واحد من الناس تم ايتادي في شهر 2/2014 وكنت اتابع مرتبي حقيقه في السنوات الماضيه حتى خلال فتره ايتادي، والمرتب كان ماشي من ناحيه العلاوات السنويه والى اخره بصوره جيده. بعد ما رجعت مجلس دراستي ورجعت في شهر 1/2019 فشرت عملي في الكليه باعتبارا من شهر 2 حقيقه كان القيمه التي تنزل الي من اداره الجامعه اللي هي المرتب كاملا استمر المنوال هذا حتى الشهر 9 الماضي، يعني احنا نتكلم على حوالي بالنسبه لي انا سنتين كعضو هيئه التدريس موجود في بعد رجوعي من سنتين وحوالي 6 أشهر او 7 أشهر من رجوعي من الافاده مباشرتي في العمل وفترة مده الافاده. تفاجات ان قيمه ربع المرتب المصروفه لي انا والتي ترد من وزاره الماليه، وحسب انا اتكلم على ورقه قصدي انا عندي شهاده مرتب من الشؤون الماليه في الجامعه تفيد بان مرتبي ربع المرتب يعتبر من شهر 2/2014، معناها احنا نتكلم على حوالي 8 سنوات لم تتم فيها تسويه مرتبي ولم يقم، يعني ما فيش اي اجراء للقيام بالافراجات على المرتب بتاعي. الوضع حقيقه اذا كانوا بيتكلموا على ادارات سابقه في الكليه، لكن احنا حتى الاداره السابقه في الجامعه عفوا وليست في الكليه، الاداره السابقه في الجامعه تتحمل جزء من المسؤوليه، لكن حقيقه الاداره الحاليه في الجامعه وخصوصا الاداره الماليه تتحمل العبء الكامل في ان انا لي سنتين واكثر و6 أشهر ولم يتم ابلاغي بان في مشكله عندي في ربع المرتب. ما باش نكون واضحه معاك بالنسبه لي انا وضحت الصوره دكتور. لا انا بوضح الحاجه، تقرير ديوان المحاسبه الليبي البيانات والارقام اللي طلعها والتجاوزات الماليه في اداره الجامعه اللي ذكرها في ديوان المحاسبه، ويستطيع اي واحد انه يطلع عليه ديوان المحاسبه، هذا ما ذكرهاش هذا محمد جنات، اذا ذكرته هيئه رقابيه موجوده في الدوله. وتفرقت في حق التجاوزات الموجوده وفيها ذكر حتى بالاسماء وبالصفات. حقيقة تخلى أن أعضاء هيئة التدريس إجمالا ما عاش عندهم أي ثقة في الإدارة الحالية، سواء كانت من رئاسة الجامعة أو اللي هي الإدارة المالية اللي هي موجودة، لأن التجاوزات المالية كبيرة جدا كانت مننا اللي هي حضرتكم البيان اللي درسوه في البداية اللي هو المطالبة بالإقالة
وقصدي اللي هي عمليه النظر حتى فيما طلبكم بشكل عام. نعم دكتور. ايوه بشكل عام. شكرا لك دكتور محمد جنات. شكرا لك دكتور محمد جنات، وضحت الصوره، نتمنى ان يكون صوتك وصل للجهات المعنيه بالامر اضافه لرئاسه الجامعه. شكرا لك دكتور محمد جنات، عضو اللجنه المكلفه بمتابعه مطالب اعضاء هيئه التدريس في جامعه مصرات لوجودك معنا اليوم في موطن. نبقى في اعتصامات موظفي التعليم العالي في ليبيا مشاهدينا، وهذه المرة من جامعة بنغازي، حيث أصدرت نقابة العاملين في جامعة بنغازي بيانا أكدوا فيه استمرارهم بالإضراب عن العمل حتى تتحقق مطالبهم، وعلى رأسها قانون الجامعة رقم 4 لعام 2020 المتضمن لجدول المرتبات الجديد. إن العاملين بجامعة بنغازي وهم يدخلون يومهم الخامس بالإضراب عن العمل مجبرين ومكرهين على ذلك، إلا أنهم مستمرون في هذا الإضراب حتى تتحقق مطالبهم التي يكفلها لهم القانون واللوائح في الدولة الليبية، وعلى رأسها قانون الجامعات رقم 4 لسنة 2020 والمتضمن جدول المرتبات الجديد. كما تؤكد النقابة بأنها في تواصل مستمر وتنسيق مع تنسيقية إضراب موظفي التعليم العالي كجسم وحيد وشرعي منظم لهذا الإضراب، بعد أن تم حل ما يسمى بالنقابة العامة وتجميدها باجتماع 20/9/2021 بحضور كافة النقابات على مستوى ليبيا، وكذلك بحضور وزير التعليم العالي، وأن أي خطوات أو حلول تتخذ بدون تنسيقية إضراب موظفي التعليم العالي تعتبر في حكم العدم ولا أهمية لها، وعليه لا يمكن تشخيص إضراب موظفي جامعة بنغازي بسياسة لي الذراع، لأننا مجبرين ولسنا مخيرين، فالحل الوحيد والأمثل هو تنفيذ قانون الجامعات بجدول المرتبات الجديد. واليوم يقف موظفي جامعة بنغازي للاحتجاج على التجاهل المتعمد لحقوق موظفي التعليم العالي ككل، ولن نترك أو نصمت على حقوقنا الشرعية حتى نتحصل عليها بكافة الوسائل القانونية والحقوقية. عليه فإن نقابة موظفي جامعة بنغازي مستمرة في إضرابها دون انقطاع حتى تتحقق المطالب المشروعة. عبر الهاتف ينضم إلينا رئيس نقابة العاملين في جامعة بنغازي السيد حسين الفارسي. سيد الفارسي مساء الخير وشكرا لوجودك معنا في موطني. مساء النور. أهلا بك سادي. نعم سيد فارس، شكرا لك لوجودك معنا اليوم في موطني. سيد حسين، يعني خلينا نقف معك على اخر التطورات، اكدت استمرار الاضراب والمطالب الى حد الان لم يتم النظر فيها، سبب عدم النظر في هذه المطالب وايضا يعني الخطوات القادمه. بدايه اهلا بك استاذي، في البدايه اشكركم على هذه الدعوه الكريمه للحديث حول حقوق موظفي التعليم العالي، ونسأل الله أن نكون صادقين فيما نقول. واسمح لي في البداية أن أنتهز هذه الفرصة ونحيي جميع زملائي موظفي جامعة بنغازي خاصة وكل موظفي التعليم العالي. بالنسبة للإضراب سيد الكريم، سأتحدث معك كرئيس نقابة جامعة بنغازي، وهم أحرص الشرائح التي تحرص على استمرار الدراسة والعملية التعليمية في ليبيا. فأنت تعرف أن جامعة بنغازي تسمى أم الجامعات في ليبيا. نعم. وذلك بامتداد رقعتها الجغرافية من مدينة حتى مدينة المرج شرقا وإلى الكفرة غربا جنوبا. طبعا جامعة بنغازي أعطيك عليها نقطة بسيطة، هكي جامعة بنغازي تضم حوالي 33 كلية وحوالي 60,000 طالب، وعدد موظفيها فوق 6,000 موظف وحوالي أكثر من 3,000 عضو تدريس. بالنسبة للإضراب سأتحدث معك قلت لك كرئيس نقابة وجامعة بنغازي، وهذا الأمر طبعا موظف في جامعة بنغازي يسري عليه ما يسري على موظفين الجامعات الليبية ككل. أكيد.
نعم، خلينا في موضوع الاضراب سيد الفارسي، يعني اخر تطورات عندكم في موضوع الاضراب، كم لكم فتره الاضراب والخطوات الجايه؟ طبعا نحن الاضراب هذا دخلنا عليه طبعا مكرهين ومجبرين، وكان هدفنا نحن وكان اخر اهدافنا هو ايقاف الدراسه وغلق جامعاتنا. وطبعا طالبنا كثيرا وتكرارا مع الجهات المسؤولة في الدولة وفي البرلمان، وآخرها تم عقد اجتماع مع رئيس الحكومة يوم 30/9 الماضي بجميع رؤساء النقابات على مستوى ليبيا، وتم مناقشة مطالبة الموظفين بتضمين قانون رقم 4 لسنة 2020 المتضمن جدول المرتبات الجديد، إلا أن السيد رئيس الحكومة أشار أن عدم إقرار الميزانية هو السبب في تعطيل هذا القانون. نعم. ولكن طبعا شاهدنا رئيس الحكومة يصدر قرارات إخوتنا لمعلمينا في التعليم العام لنبارك لهم في هذه اللحظات، وكذلك وزارة الداخلية متجاهلة موظفين التعليم العالي. تسمع فيها؟ نعم، بخصوص القانون رقم هو قانون رقم 4 الخاص بالجامعات والتعليم العالي. هل تقصد هنا سيد الفارسي تقصد هنا ان القانون رقم 4 لم يتم تفعيله من الاساس بسبب ان الحكومه عندها عذر وهي ان ما عندهاش ميزانيه، ولكن يتم الصرف من ميزانيه الطوارئ خلال كل الفتره الماضيه، وان قانون رقم 4 لم يطبق على جامعه بنغازي بالتحديد؟ لا، قانون رقم 4 يشمل جميع قطاع، بمعنى لم يفعل لكل الجامعات الليبيه ولكل موظفي لكل الجامعات الليبيه. طبعا الامر هذا، طبعا نحن موظفين جامعه بنغازي طبعا نتحدث بصفه نقيب جامعه بنغازي، ولكن زي ما قلت لك الموضوع هذا يسعى جميع الجامعات. الموظف في جامعه بنغازي يا كريم وفي كل الجامعات الليبيه اصبح تحت خط الفقر من مرتب الموظف في جامعه بنغازي. في اخر احصائيه حالتها وزاره التعليم لا يتعدى من 450 الى 700 دينار، حسب سعر الصرف الحالي تقريبا يساوي 150 دينار. يعني تخيل موظف التعليم العالي في ليبيا دخل اليوم يساوي 5 دولار، يعني لو كان اسرته تكون من 5 انفار يعني دخل دولار وربع. وانت عارف ان البنك الدولي قال ان اوضح في اخر تقرير قال ان اي فرد مرتب يتقاضى في اقل من دولارين يعتبر تحت خط الفقر، يعني نحن موظفين التعليم العالي تو نحن كنا تحت خط الفقر. تسمع فيها سامي؟ نعم نسمع فيك سامي. الامر هذا طبعا اضطرنا الى عقد اجتماع كنقابه جامعه بنغازي يوم 27/9 الماضي، واللي هو على ضوء قررنا وقررنا ان ندخل في اضراب مفتوح اعتبارا يوم 10/10. ودخل معنا العديد من الجامعات الكبيره في ليبيا، منها جامعه مصراته وطرابلس وسبها وبن وليد وطبرق اعذروني كان في حد من الجامعات انضموا لهذا طيب وزاره التعليم العالي وزاره التعليم العالي، هل تواصلتم مع وزاره التعليم العالي وهل كان في رد من الوزاره او لا؟ وزاره التعليم العالي صراحة تصدق يعني هي اللي نسقتنا في اجتماع مع رئيس الحكومه عن طريق السيد المعالي وزير التعليم العالي، ولكن قلت لك السيد رئيس الحكومه قال لنا ان القانون رقم 4 سبب تعطيله هو قرار الميزانيه، وحلنا الكشوفات والبيانات في اعداد الموظفين التعليم العالي للوزاره، والوزاره حالتها للحكومه. وبعدين ننتظر ونحن نحب نشعر ان في تجاهل متعمد من رئيس الحكومه. نعم. الموضوع هذا هو اللي دخل الجامعات في اضراب عام ومفتوح. نعم. شكرا لك سيد حسين الفارسي رئيس نقابة العاملين بجامعة بنغازي، وصلت المطالب وحننقلها حاليا إلى المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الأستاذ علي. مساء الخير. أهلا سيد سليمان. شكرا لك لانضمامك معنا سيد علي.
يعني لربما سمعت الجزئيه الاخيره اللي ذكرها السيد الفارسي وهو رئيس نقابه العاملين في جامعه بنغازي. القانون رقم 4، شو مشكله القانون رقم 4؟ ليش لم يفعل حتى الان؟ لماذا الحكومه تستمر في يعني صح التعبير المماطله لموظفي التعليم العالي؟ اخوي سليمان، في البدايه طبعا تحيه لي وتحيه لكل المشاهدين الكرام. حبيت طبعا في البدايه انا صفتي طبعا انا الدكتور علي احمد سالم مدير اداره التواصل والاعلام بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. طبعا مشكور اخوي حسين بالتاكيد نقل معاناه موظفين التعليم العالي في كل جامعاتنا الليبيه، وهذا اللي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي من اول الملفات اللي اهتمت به منذ استلامها في مهامها في حكومه الوحده الوطنيه، وكان سواء كان اعضاء هيئه تدريس وكان معيدين سواء كان موظفين، لان جميعنا نشتغل في قطاع الدوله، واي تحسين في مستوى وظيفي بيرجع علينا حتى لينا نحن كعاملين في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. واحنا على يقين بان لا يمكن تكون فيه مخرجات جيده ومناخ جيد للموظف ولعضو هيئه التدريس وللمعيد داخل الجامعه ما لم تكون ظروفه المعيشيه متحسنه من خلال دخله. وجميعنا يعلم التضخم اللي حدث حقيقه في البلد واللي طب خاصه بعد تغيير سعر الصرف، واحنا طبعا شاعرين به والدوله كلها شاعره به للاسف الشديد، لكن ما زالت الاجراءات محتشمه على مستوى كل القطاعات، واللي من بينهم قطاع التعليم العالي اللي يعتبر من اهم القطاعات اللي موجوده في الدوله. احنا طبعا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي منذ استلامها لمهامها كان طبعا لا يصرف اللود اللي هو العمل ساعات العمل الاضافي لاعضاء التدريس، فمباشره مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجرى طبعا من خلال تنسيقه مع رئيس الحكومه لقاء لرؤساء الجامعات في طرابلس في بدايه استلامنا لمهامنا في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وبالفعل من شهر 5 بدا يصرف اللود. وللاسف الشديد ان اتضح بعد فتره طبعا الامس وصلنا ان كثير من اعضاء التدريس لم يصرف دام اللود، وبالفعل الان متواصل مع الجامعات النظرون يتواصل مع وزاره الماليه ووضحوا لنا شنو الاشكاليه اللي الناس هذه من شهر 5 ما يصرفوا لهمش اللود وزملائهم يصرفوا لهم. بالتاكيد نبغوا نفهموا الاشكاليه كوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، لان انت تعرف الجامعات ذات ذمه ماليه مستقله، بالتالي يجب الكاتب العام والاداره الشؤون الاداريه والماليه في الجامعات ان تتابع كل هذه الاجراءات مع وزاره الماليه مباشره. واحنا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي فاتحين مكاتبنا سواء كان في الصباح ولا في المساء، نتكلم فيك الان ما زلنا في مكاتبنا نشتغل من اجل تنفيذ كل الصعاب امام جامعاتنا حتى تؤدي مهامها والاعمال المرافقه على اكمل وجه. نعم، وهذا دكتور علي هذا يعني ما نكروش حتى الضيوف اللي كانوا معنا اليوم في موطني، سواء دكتور محمد جنات من جامعه مصراته وحتى السيد حسين الفارسي رئيس نقابه العاملين في جامعه بنغازي، يعني تكلموا ان وزاره التعليم العالي كانت متعاونه. احنا جميعنا واحد اخوي سليمان، والله جميعنا واحد في سواء كان في الراي سواء كان في الهدف اللي هو تحسين الصوت. لكن اللي نحب ناكد عليه يا اخوي سليمان فيما يتعلق بالعمل بالقرار 126 اللي هو هذا بيعدل القرار 501 اللي كان معمول به في اللي معمول به الحالي. احنا طبعا صدر قرار في حكومه الوفاق الوطني تعديل القرار 501 بالقرار 126 اللي طالبوا به اعضاء هيئه التدريس ان هم يبغوا العمل بالقرار 126. 126 هذا اللي هو يضيف تقريبا 70% من المرتب الاساسي لعضو هيئه التدريس. هذا القرار طبعا معالي الوزير 70% من الاساس اضافه طبعا اضافه للمرتب هذا. طبعا معالي الوزير نسق لقاء مع الساده النقباء من بينهم تقريبا الاستاذ حسين كان حاضر وكل النقابات اللي موجوده ونقابه الاعضاء التدريس ونقابه الموظفين، نسق لهم لقاء مع المهندس عبد الحميد بيبي رئيس حكومه الوحده الوطنيه. وفي اللقاء هذا طبعا اعضاء التدريس قالوا بالنسبه لنا احنا نبغوا تنفذ القرار 126. القرار 126 بعد يومين من اللقاء أصدر تعليمات رئيس الحكومة للسيد معالي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المهندس عادل جمعة، قال له خاطب وزارة المالية بشان العمل بالقرار 126. العمل بالقرار بمعنى صرف هذه المبالغ. وعلى فكرة تبغوا نحولكم منه حتى صورة، هذا القرار موجود عندنا احنا بالفعل، تم فيه قرار
من السيد المهندس عادل جمعه اللي هو وزير الدوله لرئيس مجلس الحكومه لرئيس الحكومه ومجلس الوزراء لوزير الماليه، يقول له بناء على تعليمات رئيس الحكومه انعمل بالقرار 126 اللي هو اللي بينظم صرف مرتبات اعضاء هيئه التدريس. فيما يتعلق بالموظفين، ما يتعلق بالموظفين طبعا الساده في نقابه الموظفين شرحوا لمعالي رئيس الحكومه اللي هو فيما يتعلق بتدني مستوى دخولهم مباشره. طلب منهم قال نبيكم تفصلوا لي المرتبات من 450 ل 500، من 501 ل 600، من 601 ل 700، حتى لل 1300، تفصلوا لي كل واحد قداش فيه موظف حتى نعرفوا احنا كيف نتعاملوا مع جدول دخول الموظفين الموجودين في الجامعات ووزارة التعليم العالي. بالفعل يوم الأربعاء الماضي وصلنا هذا المطلوب من خلال إحالة كتاب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحكومة الوحدة الوطنية بإجمالي اللي هو 3000 اللي هو العدد الإجمالي 33681 موظف. اللي هو طبعا شامل جميع الجامعات وديوان وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. الان هذا وصلنا اللي هو يوم الاربعاء وهنا اليوم السبت، الكلام هذا ماليش اربع ايام. احنا طبعا امننا كبير جدا ان الحكومه ترى الحقيقه بعين ثاقبه لهذا الموضوع الحساس اللي المفروض بالفعل يتم معالجته خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم. يعني دكتور علي ان الامر الامر مش في ايد وزاره التعليم، وزاره التعليم قامت بكل الاجراءات المطلوبه. لا وزاره التعليم لا، الامر في يد الحكومه. احالات نفس الشيء اذا كان انتم موجود على فكره الان انه تدخلوا على الصفحه الرسميه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، هنا منزلين البيان التفصيلي اللي هو الدخول الموظفين بشان بيانات تفصيليه لموظفي وزاره التعليم العالي والجامعات التابعه لها. طيب رئاسة الحكومة، رئيس الحكومة، نعم رئاسة الحكومة، هل أعطتكم توقيت أو يعني ديدلاين لتنفيذ هذا القرار أو العمل عشوائي؟ لا 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 لا، الحقيقة للأمانة هناك تجاوب من الحكومة على أساس أن هي أول ما تصلها البيانات في غضون أيام بمشيئة الله أن هي بتصدر قرار بشان تحسين دخول بشان جدول المرتبات بالنسبة لموظفي الجامعات وديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فاحنا حقيقة أمننا كبير بمشيئة الله أن هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم بالكثير يكون في قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الموظفين في الجامعات. وكذلك أمننا كبير في وزارة المالية، إذا كان في أي إشكالية يا ريت تبلغ الحكومة بأن هناك إشكالية في عدم تطبيق القرار 126 اللي متعلق بمرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبيه، لان الحقيقه الان الوضع حساس وبالفعل نحن نتمنى معالجه اوضاع موظفينا ونتمنى معالجه اوضاع اعضاء التدريس في الجامعات. في الوقت نفسه ناكد على كل الجامعات اللي لديها اعضاء التدريس ما ياخذوش في الساعات الاضافيه اللي هو ما يعرف باللود مباشره متابعه وزاره الماليه، لو في اي اشكاليه تواصل مع الوزاره، الوزير مستعد ان هو يتواصل مع وزير الماليه لحل هذه الاشكال، لان كيف ما حكيت لك هذه راي مهمه الكاتب العام ومدير اداره الشؤون الاداريه والماليه في الجامعات، لان هم ذات ذمه ماليه مستقله يخص مباشره من وزاره الماليه، هم حتى ميزانيه ما تمرش علينا احنا في وزاره التعليم العالي حتى نعرفوا مشاكلها. بالتالي كل عضو هيئه تدريس ما ياخذش في اللود مباشره يراجع الجامعه بتاعه، واي اشكاليه يتواصل مع رئيس الجامعه يتواصل مع معالي الوزير لانه هو يحل يشوف الاشكال هذا مع الوزير المالي. نعم. لان الحقيقه راي يا اخوان الوقت حساس وماذا بينا الحقيقه ان يكون فيه هذا العام وفي ظل الاجراءات الاحترازيه اللي وضعتها الجامعات وفي ظل التطعيمات المتوفره والحمد لله الحمد لله الوطنيه الان اللي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت عليها وتوفرت اللقاحات لكل بلديات تيبي سبيل تلقيح كل طلبتنا في الجامعات حتى تكون عامده امنه للدراسه ويكون عام دراسي جيد للطلبه، لان الحقيقه راهم اللي موجودين في الجامعات هذا أبنانا هذا محتاجينهم للوطن وخاصه في هذا الوقت الحساس. طيب. فيا ريت ان يكون عام جامعي متوفر فيه كل المناخ الجيد، سواء كان لعضو هيئه تدريس من خلال تحسين دخوله، سواء كان للموظف، سواء كان للمعيد. نعم. وكذلك للطالب انه يتلقى دروسه
في ظل ظروف آمنة ومستقرة إن شاء الله. طيب دكتور علي، نبي نسألك بخصوص جامعة مصراتة ومطالب أعضاء هيئة تدريس جامعة مصراتة بإقالة الرئيس الحالي للجامعة بسبب اقتطاعه من مرتبات أعضاء هيئة التدريس. شو المعلومات اللي عندك بخصوص هذا الأمر؟ وهل لوزارة التعليم العالي أو الوزير بحد ذاته أي قرارات قريبة بخصوص هذا الأمر للفصل في 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 هذه القضية؟ والله هو تقريبا بالنسبة للدكتور فرج بوشعالم فيما الجزئية هذه، الجزئية هذه على فكرة جون المدة الماضية يا جماعة من جامعة مصراتة وتحدث مع معالي الوزير بخصوص جامعة مصراتة أنه مستقطع منهم اللود اللي هو الساعات الإضافية. من خلال تواصلنا بالدكتور فرنش مباشرة وسمعوه حتى الجماعة اللي موجودين كانوا حاضرين، قالهم يا أخوان، قال يا أخوان هذا الشهر اللي ما تم الصرف فيه ما صرف فيه اللي هو اللود رايض بناء على تقدر تقول من خلال الرقابة الديوان المحاسبة هم من أوقف اللي هو الصرف باعتبار أن في هذاك الشهر تم إيقاف الدراسة بسبب الكورونا. فبالتالي وانت عارف أن الساعات الإضافية تصرف بناء على اللي هو لما عضو هيئة التدريس اللي هو يقوم بإعطاء محاضرات، لما توقف الدراسة يوقف اللود، مربوط اللود عطيانا مربوط بالدراسة، بدخول العضو هيئة التدريس إلى قاعات الدراسة يصرف له اللود إذا كان توقف لأي سبب. نعم. هذا هكذا القانون. طيب. لكن ومع هذا احنا أملنا كبير جدا في أن تحل كل هذه الإشكاليات قريبا. وبالنسبة للدكتور فرج طبعا احنا طبعا من الشخصيات اللي نعرفها تقريبا ما شفنا منه إلا كل خير حقيقة ومتعاون معنا، وهو تقريبا انه هو قريبا سيصدر قرار بشانها كان لي حسب. نعم. طيب دكتور علي لكن اخذوا نعطوا للرجل حقه حقيقه من الكفاءات اللي يشهدها بالمنان بالنسبه لنا احنا بوزاره التعليم من خلال تقييمنا ليه في سواء كان في تفاعله في ردوده وما الى ذلك. فاللي احنا نشوف فيه ونقيم من خلال تقييمنا ليه من الكفاءات الحقيقه اللي نعتز بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذه حقيقة نعرف لكل ذي حق حقه. وعندما تم التحقيق كما حكيت لك كان بشان عدم صرف اللود، هذا طبعا ديوان المحاسبة هو من أوقف صرف اللود لأن كانت فيه الكورونا بسبب جائحة كورونا أوقفت الدراسة. فبالتالي لا يلام على هذا الدكتور فرج الجزء سليمان. نعم. طيب دكتور علي خلينا ننتقل إلى الجزئية التالية فيما يخص التعليم العالي، يعني مصراتة جامعة مغازي، الآن ننتقل إلى جبل نافوسة بالتحديد في الزنتان. لو تتحملني شوية فقط دكتور علي لشرح هذه القضية ويكون معنا عميد الكلية ونفهم منك التفاصيل. خليك معي دكتور علي. مشاهدينا، كلية الطب البشري في جبل نافوسة بالتحديد في مدينة الزنتان أنشئت في عام 2015 بقرار رقم 15 من الحكومة المؤقتة وقتها أو آنذاك بسبب النزوح الذي حدث لعدد كبير من الطلبة وبسبب الاشتباكات الحاصلة عام 2014، وبدأت مسيرة هذه الكلية بشكل مؤقت بممر صغير في كلية الأسنان بالزنتان، وبدأت الطلبة بالتوافد إليها حتى أصبحت يعني لا تتسع لعدد الطلبة الكبير، فانتقلت إلى مستشفى الحوارات والجراحة بالدور العلوي للمستشفى وبإمكانيات بسيطة جدا ورغم العراقيل استطاعت تخريج أول دفعة وسميت بدفعة الأمل. لأملهم أن تلتفت الحكومة لحال الطلبة الذين يقطعون مسافات كبيرة للدراسة ولتخصيص مبنى مستقل ومتكامل لهم. تعالوا نستمع إليه. الكلية صراحة من البداية تعاني من عدم مقر لها. كانت في البداية مع كلية طب الأسنان، بعدين تحولت الكلية في الدور الثاني مستشفى الحوادث والجراحات المتقدمة بالزنتان، والآن الحمد لله تحصلنا على مبنى رائع جدا صراحة للكلية، وممكن يكون حتى مستشفى تعليمي، واللي نأمل من الحكومة إنها توافق على شراء المبنى ويبدأ تابع كلية الطب البشري والمستشفى التعليمي التابع لها بحيث يضم أبناء المنطقة بالكامل سواء المنطقة الجبلية أو باطن الجبل أو معانا حتى من الجنوب ما شاء الله حوالي أكثر من 163 طالب معانا من الساحل، معانا من غريان، من الزاوية، من طرابلس. فالكلية تضم خليط من المناطق الليبية. الكلية ما زالت كلية ناشئة رغم وجود عدد كبير من الطلاب وإقبال الطلاب بشكل كبير عليها. الكلية فيها عدد بسيط من أعضاء التدريس، نحتاج إلى أعضاء التدريس خصوصا في المواد الأساسية. الكلية تحتاج إلى وقفة من الجميع، تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى 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 إلى
ان احنا نوقف معاها وان احنا نكونوا يد واحده ونشتغلوا مع بعضنا ونوقفوها وما هو صعب راهو. المبنى مازال يحتاج الى شغل كبير جدا 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 باش يصبح فعلا اوفيشلي ورسميا مبنى تام ومبنى دائم لكليه الطب البشري بجامعه الزنتان. فنتمنى من الجهات المختصه بالاستعجال بالخصوص، يجب توفير المبنى هذا لان طالب الطب البشري يحتاج الى بيئه طيبه للدراسه، بيئه تساعده على التعلم. معنا من مدينة الزنتان عميد كلية الطب البشري لجامعة الجبل الغربي دكتور عيسى العمياني. دكتور عيسى مساء الخير. دكتور عيسى مرحبا. مساء الخير دكتور، شكرا لوجودك معنا اليوم في موطني. مرحبتين، السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله؟ بخير، شكرا لك لوجودك معنا اليوم دكتور العمياني. دكتور العمياني، يعني معنا على الهاتف ايضا المتحدث باسم وزاره التعليم الدكتور علي سالم. خلينا ناخذ منك ولو نبدأ سريعه بخصوص الكليه وعدم وجود مقر لكليه الطب البشري في المدينه حتى الان، تواصلك مع وزاره التعليم وين وصلتوا في هذه المشكله؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو في الحقيقة من خلال قناتكم الموقرة بنزفوا بشرة سارة لطلابنا إن الآن من خلال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد بيبة وخلال زيارته الأخيرة لمدينة الزنزان وافق على شراء المقر الجديد للكلية، واللي صراحة مقر ممتاز جدا، ونبغى نشكره صاحب المقر أصلا اللي كان موقفه وطني جدا جدا وأعطانا المقر بدون اي مقابل في البدايه، ويعني فزع معنا فزعه كويسه بصراحه لانه قال الطب والتعليم الطبي له خصوصيه. الحمد لله الان الحكومه وافقت على الشراء ونحن بصدد اعداد مذكره كامله بالخصوص وتحويلها الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليتم باذن الله تعالى الشراء. بشرى ساره بالفعل. ما زالت الكلية بالإضافة إلى المقر، ما زالت الكلية تحتاج إلى وقفة جادة من الجميع، تحتاج إلى أعضاء التدريس. الوزارة في 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 هذا الصدد شكلت عدة لجان لاستجلاب أعضاء التدريس من الدول المجاورة اللي هي مصر والسودان والهند وغيرها، وإذا كان غطينا الجانب هذا صراحة التعليم الطبي حيكون له بصمة وحيكون عنده إن شاء الله طريق، حيكون طريق التعليم الطبي متميز، والوزاره واقفه مع التعليم الطبي وتبي تدير بصمه في الشان هذا صراحه. بلا شك. فاللي بنقولوه ان احنا الحمد لله المقر الان نقدر نقول تحصلنا عليه، ما زال شويه دعم من الوزاره بخصوص تاسيس المقر والمعامل والحاجات اللي يحتاجها طالب الطب. واللي بنقولوه ايضا ان كليه الطب في الزنتان رغم انها ناشئه ولكن تضم عدد كبير جدا من الطلاب من مختلف مناطق ليبيا، من الجنوب ومن الشمال ومن الشرق، وعندنا من جميع المناطق. نعم. والحمد لله دكتور كم عدد طلبوا عندكم؟ تم تخريج الدفعه الثالثه في الشهر 11. والحقيقه الكل لما تحكي له على كليه الطب الكل يقف معانا، من خلالكم نشكر كل اللي يدعمونا وكل اللي يوقفوا معانا، وعلى راسهم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعه الزنتان، رئيس الجامعة الليبية المفتوحة، مدير مصلحة المرافق التعليمية، بلدية الزنتان، الفرع البلدي الزنتان، اللجان الاجتماعية، مكتب تعليم الزنتان. للأمانة ما فيش حد لما نحكونا على قضية كلية الطب اللي ما أبداش استعداده ولو بالكلمة الطيبة. يعني من خلال زيارة رئيس الحكومة للزنتان كانت اللجنة الاجتماعية بكل قوة معانا وتكلموا وقالوا ضروري تندعم الكلية وضروري، لأن الكلية الآن تدرس ما شاء الله في اكثر من 563 طالب، بالاضافه الى ان عليها اقبال كبير من جميع المناطق، والكليه ناشئه وكليه خرجت وكليه تحتاج الى وقفه، والتعليم الطبي في ليبيا يحتاج الى وقفه صراحه. بلا شك. ونحن كعمداء في الطب البشري كان لنا اجتماعين مع معالي الوزير، ولمسنا من خلال هذه الاجتماعات انه هو يبي يدير بصمه في التعليم الطبي، يبي يدير لمسه، يبي يغير، يبي يدعم التعليم الطبي. ومن خلال وجود الوكيل وكيل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي، هو إنسان طبيب ومتخصص وفاهم خصوصية كليات الطب بالتحديد، وبالتالي نشوفه إن هي فرصتنا للدعم وتغيير التعليم الطبي في ليبيا بإذن الله تعالى. حنقل مطالبك دكتور المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، وشكرا لوجودك معنا اليوم
عيسى العمياني، دكتور عيسى العمياني عميد كلية الطب البشري في جامعة الجبل بمدينة الزنزان. شكرا لوجودك معنا دكتور. نرجع من جديد للدكتور علي. دكتور علي اتمنى انك ما زلت معنا. اكيد اخوي اسلام. طبعا الدكتور عيسى اذا كان يسمع فينا الدكتور عيسى يقول انه بالزرده. طبعا انا حبيت مبشر بهذه البشرة الساره لاني عندي المعلومه، لكن ما دام هو معنا زفا هو افضل، لان بالفعل تحدثت مع معالي الوزير بخصوص هذه الاشكاليه. زف لي بشرة بالفعل تمت الموافقه وبمشيئه الله الان تم شراء المبنى الخاص بالموافقه على شراء المبنى الخاص ب كلية طب الزنتان. فاللي بنقوله لك يا أخوي سليمان، أعتقد الملفات اللي تم فتحها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدقني معظمها بمشيئة الله سوف ترى النور، سوف تحل كل الإشكاليات اللي بالفعل الآن فاتحين ملفاتها والله سعيين ليل نهار في سبيل تذليل كل الصعاب أمام أهلنا وإخوتنا. لأن الآن يا أخوان راهي الورثة اللي ورثتها حكومة الوحدة الوطنية ثقيلة جدا، بعد انقسام، بعد احتراب بين أبناء الشعب الواحد، بعد الأزمة اقتصادية عانت منها البلد. فإحنا راهي الآن في ظروف صعبة، وبالرغم من ذلك احنا الآن في تحدي أمام الزمن، تحدي أمام الإمكانيات، من أجل شيء واحد والله، من أجل الوطن ومن أجل أبنائنا الطلاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا خالص بالكامل لوجهه الكريم. يعطيكم الصحة وكل التوفيق. والله يا أخوي استمعنا أن نحب نأكد للبعض للأسف الشديد يسيء حتى فهمنا من خلال حديثنا عن سواء كان الوزارة سواء كان الحكومة أن احنا بنطبل ولا احنا بنزين اشياء، لا بل هي حقائق. هذه حقائق اعتقد بالفعل يعني اكدوها كل ضيف كان معنا اليوم في موطني. اللي ذكرتها لك والله حقائق فوق الارض ونعم، وما فيش جميل. احنا راه اللي نديروا فيه العمل هذا ماهوش جميل منا، احنا ابناء وطن ومكلفين في هذا المكان، بالتالي احنا خدامين لليبيا وخدمين لأبناء ليبيا ومستعدين نشتغلوا الليل نهار في سبيل إصلاح ما يمكن إصلاحها في التعليم العالي اللي للأسف الشديد إن نقول إن نحن نقول لك كان في انهدار كبير جدا جدا، ولكن بمشيئة الله سوف نصلح ما يمكن إصلاحها. ومن بعد بعد هذه الحكومة من يأتي من بعدنا سوف نعبد له الطريق للسير في طريق الإصلاح. حتى بالفعل نرقى بتصنيف مؤسساتنا اللي للأسف الشديد هبطت، خرجت من التصنيف العالي والحمد لله الآن بدأت ترجع، رجعت جامعة بغازي للتصنيف كيو اس العالمي، وكذلك جامعة طرابلس، وهذه من البشائر الخير اللي الآن بدينا نسمع فيها. الحمد لله أن جامعاتنا رجعت في التصنيف العالمي، بل بإذن الله سوف نسعى أن كل جامعاتنا القادرة اللي هي معناها لديها الإرادة أن هي بالفعل تحسن مستواها، أن هي يجب بالفعل تكون ذات جودة وتستطيع أن هي تنافس وتستطيع أن هي تلبي رغبات وطموحات أمال شعبنا اللي يأمل أن كل مواطن يتحصل على تعليم جيد داخل بلاده. كل التوفيق في كل هذه الجوانب دكتور. يعطيكم الصحة وكل التوفيق، ونتمنى أن نسمع قريبا على كل هذه التطورات اللي ذكرتها. ولكن قبل ما نختم معك دكتور علي، دكتور عيسى ما زال موجود معنا، خلينا نشوف موضوع الزردة معه. دكتور عيسى مرحبا. أهلا دكتور عيسى. دكتور علي قال لك نبو الزردة بخصوص الكلية. يا سلام دكتور علي، يسعدني وجميع الموظفين الوزارة والكادر الوظيفي فيها. هذا بيتهم قبل ما يكون بيت أي حد ثاني، وبارك الله فيهم على دعمهم. وللأمانة زي ما قال الدكتور علي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولأول مرة يلمسوا أن هي جاد دائما سيئة يتطور من التعليم الطبي صراحة. أخبار إيجابية ومفرحة بمعنى الكلمة. شكرا لكم، كل التوفيق لكم. تحدي كبير بلا شك دكتور عيسى. نعم قلت لك التحدي كبير بلا شك، وكل التوفيق لكم. ونتمنى نشوفوا فعلا كلية حقيقية للطب البشري في جبل نفوسة، ونتمنى نشوفوا كل كليات وجامعات ليبيا في تطور مستمر. شكرا لك دكتور عيسى العمياني عميد كلية الطب البشري في جامعة الزنتان، وأيضا دكتور علي سالم مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا لكم ضيفي الكريمين، وشكرا لكم أيضا على كل هذه الأخبار المفرحة والإيجابية. ونتمنى يعني أن نسمع في الأيام القليلة القادمة أخبار إيجابية لإنهاء إضراب موظفي جامعة مغازي وكذلك جامعة مصراتة، ونرى تفعيل للقانون رقم 4 بشكل حقيقي على أرض الواقع.
ختام الحلقة اليوم مشاهدينا، طفل عبد الرحيم محمد بالعيد. طفل عبد الرحيم محمد بالعيد كان أحد والد محمد بالعيد، كان أحد ضيوفنا في حلقات سابقة. هذا الطفل من مواليد عام 2020 في مدينة سرمان، ومنذ ولادته يعاني من تشوه خلقي وشلل رباعي. عبد الرحيم طفل لم يعرف شيئا عن الحياة التي يعيشها كل الأطفال الذين هم في عمره بلا شك، ويعيش الألام والمعاناة وعذاب الحقن والعمليات الجراحية قبل أن يبلغ حتى عامه الأول. هذا عبد الرحيم عمره 10 شهور، كان يعاني من كيس، من حالته الولادة، كيس في الظهر ومية في الرأس. طبعا تواصلت مع ناس ودكاترة كبار، مشينا لهشام بن خيال طبعا شاف وتواصل معنا، قال الكيس ان هذا جاي في عمود الفقري، صعب ان نخش انا معاه، انه جاي في عمود فقر. قال انا خاف ربي، وطبعا ما نقدرش نديرها باش ما ينشلش مني. طبعا بعدها زي ما تقول شهر شهرين روحت بيه للحوش، ما عادش قدرت نقدر ندير له شيء. مشيت للمصحات الخارجيه، دزوني لدكتور اسمه فيصل بن طالب في مصحه المصرف شارع عبد الله طرابلس. مشيت وصلت معاه، طبعا خديت رقم واستنيت في صاله انتظار لين جاي هو. طبعا خش الحاله، شافت تخصصها، قال هذه العمليه ديما بتخش لك في 30 ل 40 الف، وضروري توقع علي ان مرات ينشل ومرات كان يمشي، لكن انا بالعمليه كبيره هذه صعبه علي. طبعا بعد جهد جيد لقيت ناس، احد من الناس تواصلت معاهم من طرابلس وكيف وصلوني فيه للحوش. طبعا مشينا له، قال توا جيبه لي طبي وبعدين انا نديروا حل ان شاء الله باذن الله. عبر الهاتف مشاهدينا ينضم الينا سيد محمد المجوري، محمد بالعيد والد الطفل عبد الرحيم. سيد محمد مساء الخير وشكرا لوجودك معنا اليوم في موطني. يعني للاسف الشديد مرت على اخر استضافه او مداخله ليك معنا اكثر ممكن من شهر. وقتها كان من المفترض ان وزاره الصحه حتهتم بملف عبد الرحيم وحتنهي اجراءات عبد الرحيم للسفر للخارج، وبرنامج موطني وفريق الاعداد يعني تواصلنا شخصيا مع المعنيين بالامر في وزاره الصحه واعطونا نفس المعلومه هذه. من وقتها الى الان لم يتم، يعني لا يوجد اي تطورات في الموضوع. شو اللي صاير مع عبد الرحيم حتى الان؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام استاذ سليمان، نهارك طيب ان شاء الله. بارك الله فيك على المجهود اللي ذاك اللي تواصلت معي، وبارك الله في من ساهم معي. العفو، هذا واجبنا. نسمع فيك سيد محمد. اخباركم؟ عبد الرحيم داير له دكتور، انا استاذي عندك في علم، انه داير له 7 عمليات، والثامنه درتها له منذ توا 7 8 ايام اللي فاتوا. درت له 2 طبوات في الراس. طبعا طوب وقالوا لي معاش يساعد الطوب، ونبدا بنديروا 2. تمام. قالوا له 2 عمليات وروحت به. عبد الرحيم قاعد في الحوش لا شيء، قصدي وزاره ما هناش حتى حاجه في الوزاره، ما فيش حد توصل معي بوكل. فهمت يا استاذ؟ عبد الرحيم يعاني تو في الحوش لا شيء، واحنا ماذا بينا نبغى نوصل صوتنا لوزاره الصحه لحكومه عبد الحميد الدبيبه، وان شاء الله خير. عبد الرحيم موجود في الحوش تو لي 5 6 ايام، ومره صح مره يرجع، وما ناش لي علاج سواء اخر تطورات، انه ضروره تزور طبوات براس، هذا الحل الوحيد اللي عندنا الطبي طبعا. والى حد الان وزاره الصحه ما ردتش عليك؟ ما فيش حد رد، ما فيش حد تواصل معي من وزاره الصحه ممكن السد، ولا ما في واحد ولا سل عليه. عبد الرحيم نقعد بالشهرين 3 في الطبي، ما فيش حد تواصل معي ولا قال لي شنو فيه عبد الرحيم. ما فيش، احنا جاد معلم بي ربي، باقي انا ما نعباش على الدوله انه ما فيش حد توصل معايا. طبعا بقفل، وانا علي ديون وعلي هلبة حاجات، انا احنا الظرف معلم بي ربي، قصدي احنا عبد الرحيم ماذا بينا نديروا له علاج، وماذا بينا نبوه الصغار نشوفوا فيهم موجودين عندنا وعند جيراننا وعند ليبيا كلها. وعبد الرحيم ولد ليبيا، قصدي عبد الرحيم مش ولد سرمان، بس ولد ليبيا كلها. احنا ماذا بينا نوصلوا صوتنا لوزاره الصحه، الحكومة عبد الحميد الدبي، ما فيش حد تواصل معنا ولا دار لنا لي اي علاج ولا اي تقرير ولا اي حاجه لعبد الرحيم. وعبد الرحيم انا اللي تو ندير له راتب للتضامن من شهر 3 اللي حتى تو ما لناش ولا راتب، اللي كل ما نمشي للتضامن يقول ما لناش شيء، بس حتى من راتب باش يعاونه بعد الحاجه، 1000 شمالات 1000 علاج. عبد الرحيم كل 4 5 ايام يبي علاج 1200 دينار، خاشين في السلف، والدرس معلم بي ربي احنا ماذا بينا
عبد الرحيم ابو زا والزيبي كلها قصدي زي هلبة صغار يشوفوا فيهم عند الناس قصدي عبد الرحيم لي 11 تو سنة مسكرة عبد الرحيم تو لي 12 شهر سنة الحكم مزيد كلها عمره كلها مفوت الا في الطب تو مناز كلها في الطب تو روحت به دي أربعة خمسة أيام في الحوش بعد لي أمس رجعوا عندي شوية في الحوش قصدي أنا بالردة يوم التين الجاي للطبي أشبح شي بيقولوا لي قصدي تو برد منهم أمه طبعا وحتى راتب إلا راتب التضامن راتب التضامن من شهر ثلاثة لحتى هو هناك حتى بيعاوني فيه لحتى هو من زلاش أشبح قريب تو ستة سبعة شهور ماليش ماليش ثم نمشي للتضامن يقول لي ما نعرفش راك ما قاعد ما جاش الاسم الاسم ما جاش الاسم ما جاش من منو من اي جهه؟ نعم الاسم المفروض يجي من اي جهه؟ كيف؟ يعني انت ذكرت ان الاسم مازال ما جاش لما تواصلت معاهم بخصوص القوائم الاسم المفروض واسم عبد الرحيم حينضاف من اي جهه؟ يعني في جهه تكلمت معاك ان هي حتضيف اسم عبد الرحيم لقوائم العلاج في الخارج او على اي ما فيش استاذ سليمان الا انت بارك الله فيك مداير جهدك مع عبد الرحيم وهذا ولدك ولد ليبيا وهذا ولد ليبيا كلها ما فيش حد لا من حكومه لا من حكومه عبد الحميد الدبيبه ولا من وزاره الصحه ولا من اي جهه قصدي انا في اهلي وناسي من قبيله مقوره مدايرين جهد رات ملف ونعطي ملفات لا يقارب على 20 ملف وعطيت ما فيش هاتف جاني الرد ان في حاجه لعبد الرحيم بك مناش ما فيش حد هو راتبه في تضامن استاذ سليمان من شهر ثلاثة لحتى هو حتى يعاوني قصدي خلصت لي ديوني شوية يعاوني في شمالاته عبد الرحيم كل أربع خمس أيام يبدو علاج 1200 1300 مشلول عبد الرحيم فهمت قلبه حاجات يمشي للمصلحة ما يقارب على 500 600 جنيه ليلة في العناية ويطلع ليلامس استاذي في المصلحة المسرة الكبرى ليلامس والحمد لله هذا عبد الرحيم هذا العمر سنة واثنين عمليات في الراس قصدي مناس واحنا مدايرين معاه جهدنا وبارك الله في الشباب اللي يعرفوني بكل ولا في كل تواصلوا معي وبارك الله فيه شكرا لك هذا حكم ربي وهذا اللي بيدير ربي يشوف فيه عبد الرحيم كيف يتعدد بين مستشفيات وبين حوش على امل ان هذه المداخله تكون هي يعني النهائيه في هذا الامر وان صوتك يكون واصل لوزاره الصحه والمعنيه سيد المقوري تاسف جدا عن هذه المعاناه ونتمنى ان بالفعل يعني تكون هذه الاخيره وان صوتك يوصل بمعنى الكلمه شكرا لك سيد محمد المقوري والد الطفل عبد الرحيم ويعني كل دعواتنا لعبد الرحيم انه هو يصح ويرجع لحياته الطبيعيه آخر شيء مشاهدينا في حلقة اليوم الموطني من وزارة الشؤون الاجتماعية اللي أعلنت يوم الخميس عن تخصيصها لقيمة منحة الزوجة والأولاد وإيداعها في حساب الوزارة من قبل رئاسة الحكومة للأشهر 7 8 وأيضا 9 يوليو أغسطس وسبتمبر وأضافت الوزارة في بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أنها ستبدأ مباشرة في إرسال القوائم ابتداء من بداية الأسبوع المقبل أو الأسبوع الجاري للمصارف التجارية في كل ربوع ليبيا وزيرة الشؤون الاجتماعية سيدة وفاء الكيلاني طمأنت المواطنين ممن ليس لديهم يعني أرباب أسر وأرسلوا بياناتهم عبر منصة الشؤون الاجتماعية بأن القوائم التي تم التحقق من صحتها أيضا جاهزة للصرف بداية من الأسبوع المقبل وفيما يتعلق بالليبيات المتزوجات من أجانب يتطلب استكمال كافة المستندات بمصلحة الأحوال المدنية وأن يتم إصلاح أوضاعهم مع مصلحة الجوازات والجنسية التي تشترط تواجد الأبناء في ليبيا وعدم البقاء خارج ليبيا لأكثر من 3 أشهر عند السفر كان من المفترض أن يكون معنا مدير مشروع منحة الزوجة والأبناء السيد علي البوسيفي ولكن للأسف الشديد لم نتمكن من الوصول إليه أثناء بثنا لهذه الحلقة نتمنى ربما في الحلقة القادمة أن يكون في الموعد مع برنامج موطني وأن يوضح العديد من التفاصيل ولكن بشرى بلا شك إيجابية من وزارة الشؤون الاجتماعية وبلا شك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للاهتمام بهذا المشروع بالتحديد وسيتم صرفها قريبا الأسبوع المقبل بهذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من موطني الشكر لكل الضيوف الذين كانوا معنا والشكر لكم مشاهدينا على المتابعة وتقبلوا تحياتي أنا سليمان الباروني وتحيات كامل فريق العمل لبرنامج موطني في أمان الله تلميذ
الجمال يا راو الحب مختزلة مختزلة فيك وفينا لهيب الشوق مكتملة مكتملة كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا يا ديبي يا قلب حنايا